اهلا بيكم في حلقه جديده من عمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه قوي. هعمل معاكم النهارده طبق الستيك اليوناني سهل ولذيذ جدا. هنعمل كمان بيتزا الخضروات. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معايا، وهي طبق الستيك اليوناني. ايه المقادير؟ عندي 4 قطع من الستيك التندرلوين، عندي كمان الطماطم، هيكون تقطيع مكعبات، طماطم، خيار، بصل والحمص المسلوق، عندي الجبنة الفتة، النعناع، الأفوكادو المكعبات، الزيتون الكلماطة، وزيت الزيتون، كمون مع الخل. أول حاجة هعملها أن أنا هجيب اللحمة بتاعتي وعايزة أحط عليها كده، ملح وفلفل كده، ان ايه تمام. هاجي هنا هجيب شوية من الزيت هحطه هنا، وهكون مسخنة الجريلا بتاعتي قوي، وهنزل بيها جامد كده. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هجيب هنا المقادير بتاعتي، شايفين انواع الطماطم المختلفة مع الزيتون، النعناع. النعناع ده بقى بيدي طعم تاني خالص للأكلة وبينقلها في حتة تانية خالص. فايه والحمص المسلوق بتاعنا الفريش الحلو. هجيب هنا زيت زيتون، خل، كمون، ملح وفلفل، وهضرب الخلطة الحلوة دي كويس قوي مع بعض، ونزلها كده على السلطة بتاعتي، وهنقلب السلطة حلو قوي قوي قوي. بصوا كلها تاخد الصوص اللي احنا عاملينه الجميل بتاعنا، شايفين الجمال والحلاوة اهو. بعدين هاجي هنا اجيب اللحمة بتاعتي علشان هحطها، وايه واشوف محتاجة شوية سوى زيادة ولا كده اخدت السوى اللي احنا عايزينه. بسيبها بس لازم تريح دقيقتين. يلا بينا. بسم الله. لسه يلا بينا. عايزه اقول لكم اللحمه دي مش بتاخد وقت خالص في السوا، فوانس ان انا قطعتها حطيتها على الناحيه دي، على الناحيه التانيه هشيلها. مش من النوع اللي بياخد وقت خالص خالص كده، واسيبها ترتاح علشان تنزل الجوس بتاعتها كلها وبعدين اعملها. طبعا دي كده الناس اللي بتحب اللحمه بتاعتهم ميديوم ويل،
في ناس تحبها والدان، ناس تحبها تكون كده، بس انا بالنسبه لي لازم من احلى انواع اللحوم تقطيعه التندرلوين، تكون طعمه جدا سهله قوي. والنوع الحلو مش بيحتاج غير شويه ملح وفلفل وشكرا، مش بنحتاج ان احنا نزود له اي حاجه خالص. اهو تعالوا نطلع الفاصل، اكون سويت بقيه اللحمه ونرجع مع الوصفه اللي جايه، استنوني هتعجبكم قوي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض سلطه الستيك اليوناني او الطبق الستيك اليوناني طالع جميل ازاي. انا دلوقتي بحط بقى معاه الجبنه الفته، اللحمه عاملينها مسويينها شويينها كده مع بعض ميديم ويل، يعني لونها هيكون من جوه بينك من غير دم، هتعجبكم جدا جدا. طريقتها زي ما قلت لكم، تقطيعه تندرلوين، مجرد ملح وفلفل وما تحطوش حاجه زياده معاها. اهو بعمل كده معاكم الايه الجبنه بقى الفته الحلوه اللي بتدي طعم فظيع في الاكل. يلا تعالوا بقى نشوف دلوقتي هعمل ايه. هعمل معاكم وصفه لذيذه سهله وسريعه، انتوا عارفيني بحب دايما اعمل الحاجات المختلفه بس تكون جديده وسريعه. هنعمل مع بعض بيتزا التورتيلا مع الخضروات. المقادير عندي عيش التورتيلا، عندي الكوسه المشويه، عندنا كمان البتنجان المشوي، جرجير، جبنه موتزاريلا، والجبنه البافالو، صلصه البيتزا، مشروم، والبصل بتاعنا. اول حاجه هعملها ان انا هجيب كده الايه العيش بتاعي، عيش التورتيلا، هحط هنا اهو، شوفوا لان ده النوع الرفيع، فانا كده وهقوم حط عليه كمان واحدة كده وابدأ بقى بعمل البيتزا بتاعتي. اهو سهله سريعه ولذيذه جدا. عايزه اقول لكم الخضار بتاعنا بنقطعه وبعدين بقوم حطاه في الايه في الشوايه، يا اما على النار يا اما بحطه في الفرن بشويه زيت زيتون، رشه ملح وفلفل خفيفه قوي، ويخش الفرن على طول ياخد الايه الشوية السريعة. هجيب بقى هنا كده الجبنة كده، وهجيب الكوسة، الكوسة المشوية بتاعتنا الحلوة والبتنجان، شوفوا الجمال والحلاوة. مشروم والبصل بتاعنا، طبعا انتوا عارفيني انا بموت في البصل، بحبه جدا جدا جدا، بيدي طعم مختلف وحلو قوي قوي قوي. بعدين الجبنه البافلو بتاعتي، بصوا بقى دي لما بتسيح من نوع الموتزاريلا اللي فيها ده، روعه وفريش وحلو. شوفوا الجمال، شوفوا اهو.
اهو دي اللي هي الايه الكور الكبيره مش الصغيره. اوكي اهو بس كده، هديها رشه زيت زيتون وادخلها على الفرن على طول، تاخد بقى ايه وش حلو كده اهو. بصوا بقى الجمال يا سيدي يا سيدي يا سيدي كده. بس ايه الطراطيف عايزه اظبطها لكم عشان كل قطمه تبقى حكايه، وندخلها بقى الفرن تاخد وش لذيذ وتسيح مع بعضها. يلا على ما اروق انا هنا تكون هي استوت، تعالوا بقى نشوف البيتزا لما ساحت الجبن الجميلة بتاعتنا. شوفوا 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 الحلاوة والجمال، الله الله الله. يلا بينا يا سيدي يا سيدي. بصوا بقى شوفوا شوفوا شوفوا، اوبا 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 اوبا، حلوة 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 وجميلة. شوفوا بقى جمالها وحلاوتها والجبن وهي سايحة والجرجير وهو بيتحط عليها فريش وحلو كده. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض على الوش كده، رشة زيت زيتون يا سلام. واللي بيحب يشطشطها ممكن يحط شوية فليكس كده خفيفة مشطشطة حلوة. عملنا مع بعض النهاردة طبق الستيك اليوناني سهل سريع بس طعمه حلو جدا. عملنا كمان بيتزا التورتيلا مع الخضروات حلوة قوي، عايزاكم تجربوهم. ابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا. Thank you.